مرحبا بصغيراتنا الحلوين المزيانين اللي بقدرة ربي باش يكبروا ويوليوا قويين قويين قويين. انا صديقكم محمد الطاهر السلمي، لم في مجسمات الالعاب والشخصيات الكرتونية، وكل مرة في برنامجنا انا العب باش نتعرفوا على شخصية من العالم اللي داير بيا. اليوم يا تحفونين باش نحكي لكم على شخصية ميكي ماوس. اكيد برشا يعرفوه، اما اليوم باش نحكيه باكثر تفاصيل. اي سيدي، قبل كل شيء، سي ميكي ماوس تصنع في 28 نوفمبر 1928، يعني عمره توا 93 سنة، وكل عام يحتفلوا بعيد الميلاد نتاعه في شركة وولد ديزني وفي عالم وولد ديزني في باريس. ميكي ماوس، شخصية ميكي ماوس برشا ناس وبرشا صغيرات تحفونين يحبوها، أما ما يعرفوش برشا تفاصيل على الشخصية ذي. شخصية ميكي ماوس في أوائل الظهور متاعها ما كانتش الشخصية اللي تشوفوا فيها. شخصية ميكي ماوس هي كانت شخصية قدمة شخصية أوزوالد الأرنب المحبوب، صنعها وولد ديزني، يعني للصغيرات اللي ما يعرفوش شكون صنع ميكي ماوس، صنع الشخصية هذية المحبوبة للصغار، صنعها وولد ديزني. كيفاش صنعها؟ صنعها بعد ما كان في منطقة ريفية، في المنزل متاعه في بلدة ريفية، وشاف فأر ديريكت، مشى صور الشخصية هذية. هذية بعد ما شخصية أوزوالد ما نشحتلوش من الأول، وكانت فيها عديد المشاكل في حقوق الامتلاك متاع الشخصية هذية، يعني بسطوها للصغار متاعنا. يعني شخصية ميكي ماوس من الأول ما كانتش اسمها ميكي ماوس، كان اسمها أوزوالد، ومن بعد بدأت تتطور بالسياسة. ولكن الشخصيتين ما بعدوش على بعضهم، كيف ما نشوفوا عنده زوز بذنين كبار، الأنف متاعه من قدام كبير، عينين بارزين على الاخر، ديما يلبس سروال احمر معلق بسالوبيت، والحذاء متاعو اصفر، والقفازات متاعو الجواندوات متاعو ابيض. علاش؟ على خاطر اول ما تم انتاج شخصية ميكي ماوس، كانت الشخصية هذية تتطلب انه باش يترسم، باش نفصلو الجسم متاع شخصية ميكي ماوس على القفازات متاعو، على اليدين متاعه سامحوني، كان هو انه تغيير لون اليدين الى الابيض عن طريق القفازات هذين. شخصية ميكي ماوس هي كيف ما تشوفوا، قلنا عينين واسعة، والشخصية هذية من الشخصيات المحبوبة برشا لجميع الاصناف العمرية. ميكي ماوس أول ظهور ليه كان في فيلم ستيم بوت ويلي، بالعربي ويلي السفينة البخارية، أما شفناه زادا في برشا أفلام اللي فاتت 130 فيلم، ومنها دي باند كونسرت بالعربي، فرقة الحفلة الموسيقية عام 1935، وبريف ليتل تايلور الخياط الصغير الشجاع عام 1938، وفيلم فانتازيا عام 1940 يا حلوين. في العادة يظهر ميكي ماوس مع مرته ميني ماوس الغنية عن التعريف، وكلبه بلوتو وصحابه وبطوط وبندق. أما زعما تعرفوا اللي ميكي ماوس قبل ما يكون فار كان أرنب واسمه أوزوالد الأرنب المحظوظ، أما صارت مشاكل خلت سي وولد ديزني اللي صمم الشخصية يعمل شخصية جديدة، وجاتوا الفكرة كي شاف فار في المنزل الريفي متاعه وسميه من الأول مورتيمور، أما مرته ما عجبهاش الاسم وقتلوا ميكي ماوس خير. وهكا بدأت قصة هالشخصية اللي ولت مشهورة في العالم الكل. هيا توا خلينا نحكيه شوي على الشكل والمظهر متاع ميكي ماوس، ونبدأ بودنين الكبار المدورين، عينيه كيف المدورين اللي لون متاعهم أسود، كان يلبس معناه لباس أسود، والحذاء متاعه الأصفر، السلوبات متاعه باللون الأحمر فيها اللون الأبيض، والقفازات اللي لونها أبيض. كيف ما نزيدوا نعاودوا لكم مره اخرى،
يعني ميكي ماوس، عينيه كانوا باللون الأكحل ولبسته بالسالوبات الحمراء وصباته الأصفر عرفناه، والجواندويت الأبيض، وأربع سوابع اللي حسب ما قال وولد ديزني صعيب كان فار عنده خمسة سوابع، لهذا اختار أربع سوابع. ولكن السبب الأصلي أني معناها ميكي ماوس كان عنده أربع سوابع أكهو هو باش يخفف عليهم عدد الصور المستعملة في تصوير شخصية ميكي ماوس في الأفلام، وكانوا يربحوا من خلالها برشا فلوس. يعني سبع زايد من في دين ميكي ماوس باش يكلفهم أكثر كلفة في تصوير الأفلام. لهنا كانت الشخصية في البداية سانتا، كان ميكي ماوس ما يتكلمش وقعد برشا سنين. لين نتكلم سي ميكي ماوس في فيلم كارنيفال كيد عام 1929 وانطق كلمة هوت دوغز، اللي هي الصغيرات اللي ما يعرفوش كلمة نقانق هي المرقاز. شخصية ميكي ماوس جلبت انتباه الصغار والكبار على شكله الظريف وزيد الضحكة متاعه وطريقته في الكلام وكثرة الألوان في الأفلام الجديدة متاعه. ملي تصنعت الشخصية كل مرة تولي أكثر شهرة، لين عملوا له طابع بريدي في تصوير ميكي ماوس. ومعلومة للكبار اللي يسمعوا فينا أنه خلال عملية نورماندي في الحرب العالمية الثانية كانت كلمة السر باش تبدأ العملية كلمة ميكي ماوس، ونزادت شورته في عام 1978 وقت عملوا له نجمة في ممر المشهورين في هوليود، وكان عمر ميكي ماوس 50 سنة. بهيك هكا نكونوا كملنا حكينا على شخصية ميكي ماوس اللي حبوها برشا صغار، وتوا باش نحكي لكم على القطعة هذه بأكثر تفاصيل. القطعة هذه في الأصل هي هاتف، وكان الماركة نتاعو تيكو، والقطعة هذه صدرت عام 1986 كيف ما تشوفوا مصنوعة من بي بي سي، والجانب الخلفي نتاع الهاتف ملحي على خاطرني لهنا انا اللمب في اللي فيجورين، دونك حاولت نستحفظ على القطعة هذه اكثر ما يمكن. اما زيدا لهنا نحب نوصل الصغار اللي لازمهم يستحفظوا على الالعاب نتاعهم مش يكسرها، ولهنا يجي دور الوالدين اللي لازم يشجعوا صغارهم باش كيشريوا الالعاب ما يكمل بعد ما يكملوا يلعبوا بهم يخبيهم. علاش لا زيدا ينظموهم، وهذه حاجه تخلي الصغير يتعلم النظام ويتعلم يستحفظ على اي حاجه يملكها. أيامنا نشوفوكم إن شاء الله في الحلقة الجاية من أنا ألعب مع شخصية جديدة. وكان عندكم معلومات أخرى على شخصية ميكي ماوس شاركونا بها من خلال تعليقاتكم، وكان عندكم صور مع مجسمات متاع ميكي ماوس شاركونا بها. وتوا معليا كان نقولكم باي باي.